8:30 باذن الله تعالى الاتحاد والهلال على مدينه مكه عبد الله الرياضيه بجده، مباراه من العيار الثقيل يكسوها بعض الاصابات والايقافات لبعض اللاعبين وفي بعض الصعوبات. يمكن الهلال اكثر في هذه الصعوبات اللي واجهها عبد الرحمن في هذه المواجهه من غيابات، وفي عوده لبعض اللاعبين ممكن تبشر بخير شوي. ما في شك غدا مباراة الأكبر نتكلم عن الدوري السعودي اللي يعني كلاسيكو الكرة السعودية بين الكبار الهلال والاتحاد، تتكلم عن الجماهيرية عن البطولات أيضا التنافسية سواء في اللحظات المواسم اللي ينخفض مستوى فيها الهلال أو الاتحاد، دائما لا تتنبأ بنتيجة المباراة، مباراة مفتوحة بين الطرفين غالبا ما يسودها الروح الرياضية. ما في شك أنه اليوم الاتحاد يشارك بشكل أفضل، مستويات فنية أفضل، تواجد العناصر بشكل أجهز، خلينا نقول أكيد أنه عنده ظروفه، ولكن مقارنة بالمنافس الآخر اللي هو الهلال، الهلال نعم اليوم بدأ شوي تدريجيا يعني يعودون بعض اللعيبة من الإصابات، موسى مريقة تقريبا 3 تدريبات أو 4 تدريبات شارك فيها، واليوم غادر مع بعثة الفريق إلى جدة، وطبعا مع استبعاد بريرا لأنه لك 7 لعيبة فقط يتم. ليش تم استبعاد بريرا فني؟ لأنه اليوم عندك 8 أجانب فقط، 7. بريرا كم استبعد مرة؟ ما في شك اليوم ولم يلعب كثير من المواجهات، يعني تكلم اخر 5 مواجهات 6 مواجهات اظن بريرا ما لعب. المستويات اللي قاعد يقدمها بريرا صراحه عبد الرحمن ما توازي الشيء اللي قاعد صراحه الهاله الاعلاميه اللي كانت سابقة صراحه. انا من الناس اللي خسرت الرهان انا شخصيا في هذا الموضوع، لان اسمه صراحه كان كبير يعني، ولا متاكد انه كثير من هذه اخر 5 مواجهات لبريرا عبد الرحمن. بس عشان نتكلم على الارقام، مباراه الباطن كان على دكه البدلاء، الاتفاق شارك اساسي، النصر على دكة البدلاء، ضمك على دكة البدلاء، الاتحاد الآن تم استبعاده. ما في شك اليوم هو يعيش حالة انخفاض مستوى عالي جدا، أو خلينا بقول يمكن المباريات اللي قدمها بشكل عالي تعدى على أصابعه. تقريبا أول بدايات مشاركته في الموسم الماضي كانت هي الجيدة. تأمل إن شاء الله إنه اللاعب نفسه يعني يستدرك القيمة المدفوعة في 20 مليون يورو، يعني مبلغ مو بسيط جدا في شراء عقده. أيضا للرواتب نزود 100 مليون نجيب كريس. والله شوف هو مرهق خزينة الهلال، يعني الهلال حتى لو الهلال موقف من التسجيل المفروض ان الهلال يستغل هالفترة هذه ويعيره. يعني ما تقدر اليوم طبعا اذا استمر الايقاف صعب، لازم كل لاعب تحتاج اليوم في اصابات في ضغط مباريات، يناير 5 مباريات، فبراير تتكلم كاس الاندية وبعده بطولة مجمعة بين الدوري الخلاص. انت لاعب حاطه على الدكة ولا ما يدخل اصلا ضمن التشكيلة الكاملة، يعني حتى ما رافق الفريق الجدة، أنا أشوف أنه هذا يرهق خزينة النادي. هذه غيابات الهلال غدا بإذن الله تعالى راح تكون سلمان الفرج، ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد جحفلي وبريرا. شوف أغلبهم خط الدفاع، يعني أنت تتكلم عن شوف الهلال في بديل جاهز، الهلال فريق يعني محترم، الهلال فريق قوي جدا يعني، لكن الظروف اللي يعاني فيها الهلال الفترة الأخيرة هذه أنا أشوف أنها مغرية للاتحاد، خاصة أن الاتحاد اليوم بالدوري السعودي ما انهزم، الاتحاد خطى ثابته في الدوري، يمشي صحيح انه المركز الثالث ولكن له هدف كبير هالموسم هذا بعد الموسم اللي راح انه كان قريب من تحقيق الدوري، لذلك انا اشوف ان الاتحاد اجهز بكره. ولكن مشكله الاتحاد دكه البدلاء، اضافه لذلك انه اليوم المنتخب السعودي اللي وصل للبصره اخذ ظهيري الاتحاد الايمن والايسر البدلاء مع غيابات ومد الله، حتى غياب مسعود ومدلا ولا إيه؟ حتى لو بدلا يعني، بس بالاخير انت تتكلم عن في المباراه كل شيء جاهز عبد الرحمن. اليوم الهلال بدل الاظهره الاساسيين البريك والسهراني اصابات برضه، لا الظاهر الاساسي سعود الحمد لله البريك الظاهر الاساسي اليوم بعد على موسمين اتكلم منذ قدوم سعود. اي نعم وشوف سعود هو ماسك الخانه العام الماضي، هو جاء في انتقاد شتوي عبد الرحمن صحيح، وما اول مباراه وبعدين ما شاء الله ما وقف. اي لا بس والله حصل يعني فيه يعني روتيشن تدوير بينه وبين محمد البريك. لا شوف عبد الرحمن السنه هذه فعليا سعود يلعب بشكل اكبر، دياز 6 مباريات يستاهل، دياز 6 مباريات لعبها قدام الاتحاد 3 فوز 2 تعادل بس خساره واحده، دياز يعرف الاتحاد جيدا دياز. دياز يعني لكن الظروف اللي يمر فيها دياز الان مع الغيابات وهذه يمكن هي اللي تاثر عليه.